أينما كنتم مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من أخبارنا، دائما مشاهدينا مسار أخبار ننطلق، فأهلا بكم. حلقة اليوم مشاهدينا الكرام مقسمة من ثلاث أجزاء، حنمشوا لنجيلة ومن بعدها إلى درنة ومن بعدها إلى طبرق، حنتكلموا في تفاصيل، وهذه التفاصيل تعرفوها إن شاء الله في وقتها. الفقرة الأولى فقرة بصراحة تحتاج إلى إيضاح، وتحتاج إلى مسألة فهم ما الذي يحدث، لأن احنا اليوم نتكلم على حالة في مسألة ملكية عقارية لأهالي سكان منطقة نجيلة، سكان مقسم حي النسيم بمحلة نجيلة وبمشروع الأبقار اللي كان يسمى في السابق بمشروع الجزائر. هذا المشروع الحقيقة زار المدة اللي فاتت جهاز نفاذ القانون، يبدو لأن فيه مش فاهم هل هي سوء تفاهم أو ما قدروش الجهاز يصل للمعلومة الحقيقية، أم أن هذه المنطقة هم مخالفين حقا للقانون وعدم ملكيتهم للأراضي وهم في فضاء أو ملك للدولة الليبية. لكن احنا باش نفهموا أكثر بحثنا عن هذه القضية ووصلنا إلى سكان هذه المنطقة. سكان هذه المنطقة رشحوا لنا شخص يكون ناطقا باسمهم للحديث عن هذه القضية، ونتمنى أيضا من جهاز نفاذ القانون أن يكون له رصد أو مكتب إعلامي يتابع هذه الحوارية، وبالتالي جهاز نفاذ القانون يكون له مكتب إعلامي يمكن من خلالها رصد ما يتم ذكره اليوم وأخذ بعين الاعتبار والنظرة إليه بنظرة ثاقبة. خلينا نرحب بأستاذ جمال السويسي، واحد من سكان حي النسيم بمحلة نجيلة. أستاذ جمال أهلا وسهلا بك. اهلا ومرحبتين اخوي عز الدين الفالح، تحيه ليك ولكل مشاهدي تلفزيون المسار. حياك الله. الحقيقه استاذ جمال، النقطه الاساسيه الان اللي بنتكلم عليها، انا احتاج الى سرد كامل من 2005 الى يومنا هذا، مساله الملكيه ومساله حصولكم على قطع الاراضي والبناء والشهاده العقاريه والى ما ذلك. نعم، أولا الحمد لله رب العالمين، علام الغيوب الذي علم الإنسان ما لم يعلم، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدو في سرد القصة اللي وقعت في يوم الاثنين بتاريخ 6/5/2024 بخصوص زيارة السيد عبد الحكيم الختوني مدير إدارة. استاذ جمال لحظة. نعم. قصة زيارة الجهاز نفاذ القانون حنجوها بعدين، أنا نبيكم تحكيوا لي قصتكم لملكية هذه الأراضي وبنيتوا عليها مساكن من 2005 لليوم، كيف تمت؟ كيف تم الشراء؟ كيف تحصلتوا على شهادة عقارية؟ طبعا سكان الحي كلهم يملكوا شهايد عقارية بملكيتهم، في بعض السكان اللي يملكوا شهايد عقارية بأسمائهم، وفي طبعا الدولة فيما سبق أعطت الأراضي هذه لمجموعة من الأشخاص لملكيها الأصليين اللي هم بشهايد عقارية، وبعدين الملاك هذا باعوا الأراضي للمواطنين. الآن نوصل لعددهم تقريبا حدود 800 منزل، اللي شروه كلهم شروه بشهايد عقارية عن اللي وصلت في المالك الأصلي اللي الآن هو موجود صاحب المنزل اللي موجود في المقسم حاليا. تمام. ما هو خلي باش على الاقل، لان الان الى حد ما امثل الطرف الغايب هو جهاز نفاذ القانون، واحنا الحقيقه نشوف فيه خلال الفترات الماضيه حتى من خلال صفحتهم عمل مضني ودؤوب جدا، ويحاولوا ان يردوا الحق لاهله او للدوله وانصاف الجميع. فانا بنحاول نبي نفهم منك بعدين نجوا لمساله زيارتهم ليكم. قطع الاراضي اللي تم بناء عليها هذا الحي، هل عندكم مستندات تؤكد ملكيتكم؟ صاحب الأراضي أو أصحاب الأراضي اللي باعوها ليكم اليوم وسكنتوا فيها وأصبح هذا حي كبير، هل يمتلكون واستم البيع بشكل قانوني؟ نعم أخي، احنا حتى في المذكرة رفعناها للسيد النائب العام اللي من خلال إذاعتكم نوجه له التحية والتقدير الصراحة، وضحنا له في المذكر أن جميع سكان الحي والبالغ عددهم 800 عائلة يمتلكون مستندات شهايد عقارية بالملكية عن التمام صادرة عن إدارات التسجيل العقاري والتوثيق، وكذلك عقود انتفاع نهائية البعض منها تم تأكيد صحتها بناء على أحكام قضائية. النقطة الثانية استمرار إدارة التسجيل العقاري جنزور بمنح حفاظات إدارية حديثة تؤكد
شهائد الملكية الصادرة عنها دون قيد أو أثقال، أي بعد صدور قرار نزع الملكية. إدارة مصلحة الأملاك العامة، الجهة المعنية بإدارة وحماية أملاك الدولة، قد قامت بتسليم العقار اللي هو المشروع متاع العقار إلى شركة الاستثمار والتنمية، وفقا بالتفصيل التالي: أن المساحة الشاغرة المستلمة تبلغ 118 هكتار، المساحة المراد نزع ملكيتها بما فيها الشاغرة والتي يبلغ مساحتها 173 هكتار، وتحتوي على عوائق متمثلة في مساكن ومحلات تجارية مرفقة محضر التسليم الموقع بتاريخ 9/1/2007، وإن المساحة الشاغرة والمستلمة باقية بنفس الحالة حتى تاريخ اليوم. ثانيا، إن مصلحة الأملاك العامة أصدرت كتابها المرقم ب 8785 ل 2007 بتاريخ 11/12/2007، افادت فيه بان المساحه الشاغره والمستلمه من قبل اداره الصندوق نعم. هي 100. يا ريت نزل نور قالوطه بس استاذ جمال. نعم ايه، لان غطت على وجهك. تمام استاذ جمال. استاذ جمال ايه اسمح لي، انا اليوم اللي ما الذي يؤكد لي ان جهاز نفاذ القانون غير محق رغم ما ذكرت حضرتك؟ هل تواصلتم مع الأملاك العامة، السجل العقاري، أشرت إلى أعتقد النائب العام أو حاجة زي هذه، تفاصيل أكثر يؤكد ملكيتكم وحقيتكم في 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 هذه المساحة اللي تتجاوز 113 لعند 173 هكتار؟ نعم، هو اللغط اللي صاير الآن في المساحة اللي تم ضمها أخيرا 290 هكتار اللي صادرة بنزع الملكية عليها، لكن في الأصل كانت من من ضمها من ضمها؟ تم ضمها طبعا بقرار صادر من مصلحة الأملاك العامة. ضمها لمصلحة الأملاك العامة صح؟ أي نعم. هي المالك. هذه المساحة هل الآن في عليها بيوت، بني عليها مساكن، تم بيعها كمقسمات؟ تم بني عليها المساكن بما يقارب تقريبا 800 مسكن مبني عليها حاليا. تمام، خدني على قد عقلي زي ما يقولوا فيها أستاذ جمال. إذا ما كانت هي منزوعة واصبحت الان يعني من المفروض هي حقيقة للمواطن صح؟ صح نعم. ايه، فدور الان الاملاك العامه وين بالضبط؟ انا نحكي لك سيدي الفاضل، خلينا نوضح الرؤيه لل 800. انا اتكلم الان بلسان 800 مواطن. ابدا عن نفسي، انا لما جيت لهالمكان هذا واسال لمن المكان هذا، هذا قالوا لي ملاك شارينا. مثلا انا الشخص اللي شريت منه للارض اللي عليها منزلي انا اسمه العابد، الشخص هذا لما مشينا للسجل العقاري وسألنا، جينا الشهادة العقارية موجودة باسم مثلا العابد أو باسم أي شخصين من الناس، لما سألنا الشخص هذا موجودة في السجل العقاري، موجود الشهادة العقارية باسمه، تم بيع الأرض عن 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 اللي وصلت في المواطن، اشترينا وفق شهادة عقارية موجودة مسجلة في السجل العقاري، وفي إفادات اخدناها في سنة 2020 من مكتب السجل العقاري جنزوري يؤكد بملكية الأراضي للملاك الأصليين لها اللي هم باعونا احنا المواطنين. تمام. الان وانت تتحدث استاذ جمال، يعني شوفوا في عدد سكاني هائل كبير جدا في الصوره اللي حضرتك تتكلم عليها، انا بدي اسال سؤال: هل من المعقوله حوالي 800 عائله كلها شاريه بمخالفه؟ هذا السؤال يطرح نفسه، ليش جهازنا في هذا القانون جالي عندكم واصر على ان هذه المنطقه هي ذات ملكيه خاصه ولا يمكن، او ذات ملكيه عامه لا يمكن للمواطن يعني ان يمتلكها؟ ما هذا احنا الان رفعنا مذكره للنائب العام ووصلنا له صوتنا ووصلنا له الوثائق بتاعنا وبينا له كيف شرينا وبينا له كيف المساكن الان اللي موجوده، حتى التنظيم بتاعهم هذا تنظيم ما هوش تنظيم يعني من ارقى تنظيم الاحياء الان الموجوده على مستوى مدينه طرابلس، يعني حتى شوارع بتاعها رصفها الكهرباء اللي تم الاعمده شركات ليس بليبيه، شركات تونسيه مدت كوابل الكهرباء، المباني يعني من ارقى ما يكون. معناها احنا نقول ان هذه المنطقه خاشه في المخطط العمراني وداخله في المخطط العمراني، ما دام ان في شركات حتى ليبيه وغير ليبيه وهي شركات جت اشتغلت كهرباء والميه، معناها ان المنطقه المفروض انها داخل مخطط العمراني وعندها شبكه مياه. نعم. وشبكه صرف صحي وايضا شبكه كهرباء. سيدي الفاضل انا بدي احكي لك، انا بدايه هذه المنطقه تذكرني بالسراج، منطقه السراج اللي هي قريبه مننا تبع تقريبا 10 كيلو منها، لما كانت بنفس التخطيط الان هذه كان طبعا خداها ملاك اللي هم نقولوا احنا زي السراج زي دريبي زي الفلاح، هذا داروا مقسمات وقسموها والمواطنين اشتريت من هالملاك، هذا نفس القصه الان تعاد، الملاك اللي هم الان اخذوا قطع الاراضي هذه وخصصت لهم الدوله وعندهم شهاده عقاريه باسمائهم
داروا المقسم وداروا قطعوا وقطروا الطريق ووزعوا. لما جاء المواطن مشى بيسال مشى للسجل العقاري خذ الشهاده العقاريه صوره من الشهاده العقاريه اللي باسم المالك هذا ومشى سال في السجل العقاري قالوا له فعلا الشهاده العقاريه هذه باسم الشخص هذا. قعد يراجع في العقود الشراء عن 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 لين وصلت من المالك اللي باسمه الشهاده العقاريه الى المالك الاصلي الان. تمام. جهاز انفاذ القانون لما جاكم للمنطقه ما الذي صدر منه؟ شو قالوا لكم بالضبط؟ شنو التفاصيل اللي بدأت فيها؟ هل سيتم تنفيذ الإجراءات اللي شايف أنها قانونية أم أن الأمر حتى يخرج من النائب العام ولا شنو بالضبط؟ والله احنا مشينا له طبعا بعد جاءنا انفاذ القانون مشينا للسيد عبد الحكيم الختيني مدير اداره انفاذ القانون قال لنا ننفذ في تعليمات النائب العام بروا لو عندكم حاجه بروا لمكتب النائب العام وفعلا الصراحه مشينا لمكتب النائب العام في مدينه مصراته السيد الصديق الصور بارك الله فيه على تفهمه رجل قانوني واعطيناه المذكره شارحه ومفصله بكل المستندات ونشكر على رحابه صدره لان استقبلنا استقبال طيب وتصفح الملف اللي قدمناه له وحوله لجهات الاختصاص. من هي جهات الاختصاص؟ الاملاك العامه، التسجيل العقاري، من هي؟ لا طبعا هم عندهم اداراتهم طبعا متخصصين اللي عندهم مكتب نيابه خاصه اللي هو طبعا السيد الفتوري قمو واللي بعثنا له هو مذكره ونشكر الصراحه على تفهمه للوضع واخذ المستندات والان يدرسوا فيها. يعني احنا قدمنا لهم مستنداتنا وبحقنا في ملكيه اراضينا يعني. تمام. الان ما هو المتوقع امام هذه الاجراءات اللي السيد عبد الحكيم الختوني او الافندي عبد الحكيم الختوني تجاوب معكم وقال لكم توجهوا للنائب العام وانا يعني اعمل بتوصيات او بتعليمات او بقرارات من النائب العام، ما هو المتوقع خلال الفتره القريبه؟ لاننا نعرف انفاذ القانون لما يجي لمنطقه ما ويبدو فيها العمل على ثقه تامه بان هذه المنطقه يستوجب تنفيذ وانفاذ القانون فيها ويتم تنفيذها بشكل سريع. الان هل متوقعين خلال الايام الجايه يصير شيء ليكم يتم اخراجكم مسح هذه المنطقه ولا انتظار؟ لا 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 احنا زي ما قلت لك لما تكون الارض غزي أطيان يقولونها يعني في لغة القانون احنا مش غزي أطيان، احنا شرينا شراء بأموالنا أو بفلوسنا ما هيش حتى بأثمان زهيدة. احنا المترو الآن أنا نحكي عن نفسي والمحرر العقود شريت المترو على 725 دينار ولما مسيت 1000 لقيت كل الإجراءات القانونية موجودة وأنا باستطاعتي الرافع لها. احنا عدنا سكان الحي راهو الان يقطن تقريبا حوالي 800 عائله من مختلف ربوع ليبيا سواء كان عرب او مزيغ وتوارق وتبو، فيه شخصيات يعني لفيف كبير سواء من القضاء والمحامين والناس يعني متعلمه. حتى لما شركت ما شركتش في استقبال او استرخصت الثمن، لا شركت بعد ما تحققت. الان تم تشكيل الصراحه لجان من سكان الحي لجنه قانونيه يعني برئاسه الاستاذ يحيى مسعود الابيض والذي يحمل ماجستير قانون وايضا الاستاذ عبد المنعم خليفه القشاط اللي يحمل ليسانس قانون والاستاذ عبد الله محمد الغول الذي يحمل ماجستير دراسات قانونيه. وهذه اللجنه الان هي المخوله بانها ترافع امام الجهات لاثبات حقوق وملكيه اهالينا لهالعقارات نتاعهم لانهم شاريين بفلوس وشاريين بورق رسمي. يعني لا ما تستقبلنيش انا لما شريت لو فيه جدلا حتى لو فيه تزوير محكم انا نقولها عبر قنواتكم انا الكلام هذا مسؤول عليه لان الاراضي الان لما لو تجي انت ما ممكن نشوف انا في الصوره قدامي المقسم لما من عبد هذه الطرق؟ من سمح باقامه منطقه لم منطقه من والله العظيم انا احكي لك من ارقى الاحياء جدلا حتى لو يتم نزعها هذه المفروض يستفيدوا منها لان راهو لو انها الارض للدوله والدوله تبي تاخذها المواطن استقبل من استقبل المواطن هذا لو افترضنا جدليه انها الارض ماهيش للمواطن. لا والمشكله يا استاذ جمال المشكله انا اضم صوتي لصوتك، انا ديما مع المواطن بصراحه واحترم القانون وان يكون في انفاذ للقانون، لكن انا المشكله عندي اليوم 800 عائله، ال 800 عائله هذه قديش على قديش بتعوضها التعويض؟ وبعدين انا حندخل في مشكله ثانيه، مشكله انه بياخذ الصك بيمشي ياخذ الصك لا قدر الله، هذا سيوله ما فيش، غلاء اسعار كبير جدا اليوم في مواد البناء، وحتدخل الشخص او العائله اللي ساكنه الان في مساله ايجار، وما نعرفش يعلم الله المبلغ اللي تم اعطاه لي يكفيه ولا ما يكفيش، يبني ولا وين بيمشي اصلا؟ وناس اليوم من 2005 تعاشرت وتآخت واصبحت اليوم اخوه واصدقاء ومعارف، وانا اللي نعرفه احنا الليبيين
لما اقول لك ولد منطقتي وولد شارعي معناها اليوم اصبح مرات حتى اقرب من ولد عمي، لان انت قريبك مرات من بعد المسافه او المنطقه ما تشوفهاش، لكن جارك هو اللي في الفرح موجود وفي الحزن موجود وفي الاعياد موجود. فانا ينضم صوتي لصوتك استاذ جمال، اتمنى من جهاز هذا القانون، النائب العام، الجهه ذات العلاقه، النظر في هذا الموضوع. والحقيقه قلت نقطه مهمه جدا، لو سلمنا جدلا بان هذه الارض مملوكه للدوله، الدوله من؟ الدولة هو المواطن، من تمثل الدولة؟ القانون، والقانون يمشي على المواطن، اوكي، لكن انا اضم صوتي لصوتك بصراحة، إذا كانت هذه الأرض مملوكة للدولة وفيها أي شبهات، حرام نطلعوا تنمية عائلة بصراحة، حرام والله حرام، ناس يعلم الله بحالها، راجل شاري أستاذ جمال شاري الميتر ب 700 دينار، ولا أعتقد ولا ما نشكش 1% أنك دفعت الميتر 700 دينار إلا ما تقصيت ومشيت للجهات القانونية ومشيت لكل الجهات حتى تتأكد من مصداقية. واحد في ليش 50 دينار الميتر ويبحث ويدور، لأن في نهاية الأمر الفلوس مش سهل جنب جبانهم وصعب خسارتهم. فأنا أستاذ جمال الآن نعطي لك مساحة، أي رسالة حاب توجهها، كلمة أخيرة، شيء حاب تقوله حملوك الأهالي لحضرتك اليوم بتحكيه على أخبارنا، فأكيد مرحب بها. بارك الله فيك أستاذ عز الدين، وفعلا أنا قاعد نقولها لما مشيت شريت، أنا عبر إذاعتكم ونقولها بكل ثقة، لأن الشخص لما مشيت وتأكدت من المبلغ اللي باسمه الشهادة العقارية موجود، نمشوا للسجل العقاري الآن أو في الجنظور ونشحوا الشهادة العقارية اللي شاريين منها، بالذات نحكي عن نفسنا، لو ما تطلعش الشهادة العقارية اللي شاري منها الشخص العابد هذا موجودة في السجل العقاري جنظور باسمه، أنا أحط الكشيف وأنا مستعد نقدم حوشي بروحي لأني نستاهل نتيجة الغباء بتاعي، لكن لا أنا متأكد أن الشهادة العقارية موجودة بكل، مش عن نفسنا، على كل الملاك اللي موجودين الشهادة العقارية اللي واخدين منهم وكلها موجودة بأسمائهم. والقصة هذه أخوي راهو من 2005 و 2002 أيامات النظام السابق الصراحة، وكان خاطب السيد هذاك الوقت كان البغدادي المحمودي خاطب، وكان السيد رئيس الوزراء تو معالي رئيس الوزراء السيد عبد الحميد الدبيبة هذاك الوقت ماسك إدارة صندوق الاستثمار، وفي مخاطبات عندنا حتى رسائل هذه في مخاطبات بأن المساحة الكلية للمشروع 173 هكتار بينفذ عليها، ولكن في عوائق ما استطعتش. فكانت رسالة من السيد البغدادي المحمودي إلى السيد عبد الحميد الدبيبة إدارة الصندوق، وقال له رد عليه السيد عبد الحميد الدبيبة أن باستطاعته ينفذ المشروع على 118 بدل 173، لأن هذا 173 في عوائق في ملاك ما بوش يتنازلوا ما بوش ياخذوا تعويضات عن أراضيهم، عرفت؟ فكانت في رسالة موجودة موجهة من السيد عبد الحميد الدبيبة إلى السيد البغدادي المحمودي، ويوضح له أنه يقدر يقيم المدينة المتكاملة هذه على 118 هكتار، وهذا كله موجود وموثق يعني. نعم، الأستاذ جمال سويسي أحد سكان مقسم حي النسيم بمحلة النجيلة، شكرا جزيلا لك. الحقيقة نتمنى أن الناس هذه لو عندها حقية، أرجوكم أن نحن حرام 800 عائلة أو أكثر نطلعوها في الشارع. والأستاذ جمال قال كلمة بصراحة مهمة جدا، يعني وإن سلمنا جدلا قلنا الأراضي هذه ملك للدولة، والله ما أعتقدش أن في أحقية من أن المواطن هو من تخصص له هذه القطعة الأراضي، فحرام مساحة جغرافية شاسعة بصراحة. حتى الشكل العام كويس، الشكل البيوت بسم الله ما شاء الله، في أخذ ومراعاة الجمالية الكاملة للمظهر العام، الشارع المساحة كويسة، المنطقة مقطرنا زي ما نقول احنا، فيها شبكة كهرباء، فحرام ندمرها يعني. وإن كان يعني والحمد لله يعني النائب العام كان متجاوب جدا وأحال إجراءات الشباب أبو هاري المنطقة إلى الجهات ذات العلاقة، ونتمنى خلال الفترة القادمة أن احنا نعلن خبر أن الناس اليوم ارتاحت، والأفندي عبد الحكيم الختوني أنا شد على يديك أنت وزملائك ورفاقك في هذه المهنة الصعبة والمعضلات الكثيرة، لكن رأوا في حالات تستوجب الوقوف عندها، بالذات لما يكون إجراء سليم عندها شهادة عقارية مسجل عند الجهات الدوائر الحكومية، وهذا هو الأمر في حد ذاته يجب النظر عليه. الآن مشاهدينا خلينا نمشي تو مشاهدينا الكرام الى مدينه درنا من طرابلس النجيله تحديدا. اليوم عندي نيب صراحه موهبه من المواهب اللي نيب لما تطلع معي اشعر بفخر كبير جدا، ونحس ان ليبيا ولاده زي ما نقولوا فيها دائما، وان لا يقف الامر عند اي احد، بالعكس رغم الظروف ورغم الحالات المرات اللي تمر بها بعض العائلات ماديا الا انها تتماسك وتتعاضد لانجاح
أو تقديم مواهب ليبية في شتى المجالات. اليوم عندنا شاب ليبي هو زكريا إبراهيم الغيثي من بين المواهب الواعدة، والحقيقة طبعا في نهايات بطولة كرة القدم الأفريقية حيكون في المدارس 2024 في زنجار تحديدا في تنزانيا، واللي حقيقة تألق في منافسات كرة القدم كحكم يعني بنقول دولي بصراحة وأفتخر بها. وخلي نقولها، خليني رحب مشاهدينا الكرام بزكريا الغيثي أصغر حكم دولي في أفريقيا. زكريا مساء الخير. السلام عليكم. مرحبا أخوي عز الدين. وعليكم السلام. وين يا زكريا؟ وليت نجم، لي أسبوع ندور فيك أنا. مرحبتين أستاذ عز الدين، بارك الله فيك. ندور فيك يا زكريا، مرة مسافر، مرة عندك دورة، مرة مشغول هلبا، انشغالات الاجنده كلها. بارك الله فيك. لا والله لي فخر. نعم الاجنده فله، برنامجك معبي صعب. نعم. ربي يحفظك زكريا. زكريا انا حنعطيك المجال تعرف بنفسك للناس، كيف بديت مساله موهبه التحكيم حتى وصلت الى هذه المرحله كاصغر حكم دولي في افريقيا؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم، بارك الله فيك استاذ عز الدين على الاستضافه، وكل الشكر لقناه او تلفزيون المسار. بسم الله، زكريا ابراهيم الغيثي من مدينه درنا، نترحم على شهداء مدينتي، نسال الله ان يرحمهم ويغفر لهم. طبعا مجال التحكيم كانت مباراه لي في مدينه درنا في ملعب نادي دارنس. اما سنه حكم رابع بين نادي دارنس ونادي العين. اما سنه زكريا هذه؟ و في سنة 2021. ما شاء الله، به كويس. تم تنزيلي كحكم رابع، وحكمت بين نادي دارنس ونادي العين. ما شاء الله. ومن بعدها تم تكريمي من قبل رئيس لجنة الحكام الأستاذ نصر الدين قرين في مدينة البيضاء كأصغر حكم. ومن بعدها تم تحكيمي في دوري الممتاز لفئة الأمال وفئة الأواسط بين نادي دارنس والتعاون ونادي دارنس والأهلي كحكم رابع، وتم تنزيلي كحكم في الدرجة الثالثة أيضا حكم رابع وحكم راية. ومن بعدها تم استدعائي في بطولة المنتخبات المدرسية لشمال أفريقيا في دولة مصر بالقاهرة. نعم. تمام. النقلة هذه زكريا من 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 جانب محلي، وهذا أصلا حنرجع له لأنه في هلبة حاجات اللي بنحكوا فيها أو واجد حاجات اللي بنحكوا فيها. النقلة من الجانب المحلي والملاعب الليبية إلى منافسات دولية، كيف كانت هذه النقلة؟ كيف شعرت بها؟ وش اللي إضافت لك زكريا؟ والله يعني إضافت لي الشهرة يعني. حلو. والحمد لله يعني طبعا تحكيم، مجال تحكيم مجال يعني كما تقول صعب جدا. مجال تحكيم صعب في بالذات في الدولة ليبيا او في الكرة الليبية ايضا. به لما زكريا تو جا حتى هذا الموضوع مهم جدا، لما تو مشيت لمصر والتقيت بحكام وناس عندها خلفية وقامات كبيرة، وشفنا حتى في الصور انت اصغر، ما بيش يقول طفل اليوم ما شاء الله بنقول شاب، اصغر شاب فيهم، ما شعرتش بالرهبه؟ شنو كانوا يقولوا لك؟ شنو يحكوا لك؟ شنو النصائح اللي قدموا لك فيها؟ نوع الدعم اللي ممكن تحصلت فيه منهم؟ والله طبعا بطوله القاهره في دوله مصر كانت يعني سهله من حيث اللغه، كانت اللغه العربيه سهله جدا يعني التحدث كانت سهلة طبعا، لكن بطولة تنزانيا كانت الصعبة في اللغة الإنجليزية، كانت لغة صعبة في التحدث معاهم وكيفية الوصول كما تقول الشيء اللي أنت تبيه. فتعبت شوية في تنزانيا، لكن الحمد لله كان معايا دكتور ومترجم بارك الله فيه، والحمد لله رب وفقنا ومشات البطولة والحمد لله. باهي تو زكريا، معناها احنا من المفروض ان احنا في جانب التحكيم والدراسة نهتموا بأن احنا نتمكن في اللغة الإنجليزية، لأن أنت اليوم عندك نظرة أو طموح أنك توصل للعالمية، فهذه زكريا مهمة جدا ولدي في السن هذه، لأن أنا لما أنت ما شاء الله تو 15 سنة، بعد سنة سنتين لما تحصل دورات مكثفة في الإنجليزي
أكيد بعون الله يعني تتمكن. ولو مثلا، وهذا نداء بصراحة للناس الوطنية، الناس اللي عندها هواية وشغف كبير جدا في دعم المواهب الشابة، زي ما دعموا الكثير من الوجوه اللي طلعت في أخبارنا. أتمنى منكم، لأن راو زي ما قلت لكم، راو الظروف قد تكون غير ملائمة ماديا، أو تحتاج إلى دراسة من نوع خاص ونوع يعني نوع خلينا نقوله من الدرجة الأولى، ويحتاج إلى صرف مادي. فأنا أتمنى أن يبلغنا مراسلنا أحمد الباح خلال 24-48 ساعة الجاية، يقول لي راو في شخص ما تكفل بدراسة زكريا في اللغة الإنجليزية، وهذه حتكون نقلة نوعية مهمة جدا لزكريا، وأنا أعتقد أنها حتوصل للرسالة. تمام زكريا، الاستعدادات اللي تجهزها نفسك قبل أي منافسة مهمة جدا، وأنا زي ما قلت لك بكري أن أنت مرات تكون مع ناس كبيرة في السن وذات خبرة وقامة كبيرة في التحكيم، فالتجهيزات كيف تكون بالضبط؟ من أي ناحية جهزي نفسك بدنيا، فكريا، عقليا، نفسيا؟ والله يا أستاذ عز الدين، طبعا هي مرات البطولة تكون مفاجئة طبعا، يعني مثلا يكلمك قبل البطولة مثلا، يعني نحب يعني نشكر الأستاذ نصر الدين قرير رئيس لجنة الحكام عامة، والأستاذ حكيم شلماني يعني كلمة الحق، يعني هم اللي تكفلوا بالرحلة وتكفلوا كما تقول بالبطولة وبالتذاكر وبكل شيء. والله التجهيزات طبعا ممكن البطولة تجيك، أنت مثلا الدعوة تجيك قبلها بأسبوع، تمام، فتكون صعبة جدا، يعني تجهيزات من حيث بدني، من حيث ملابس التحكيم، فيعني ممكن صعبة جدا، لكن توتي روحك مثلا بدني وملابس التحكيم، دراسات على برنامج اليوتيوب، ما شاء الله والحمد لله يعني تمشي ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. تمام، انت مصرح في كاف اونلاين وتكلمت على المنافسه الكرويه، وشاركت كحكم في رحلتك وحلمك في حمل صافره التحكيم يوم واحد في اعلى مستوى لكره القدم الافريقيه. احكي لنا عن هذا التصريح وهذه المشاركه زكريا. مشاركه في البطوله؟ نعم. والله طبعا مشاركة جات، يعني أنت طبعا الحمد لله يعني كتشتغل على روحك وتبين نفسك في مجال التحكيم، وكما تعرف أن مجال التحكيم مجال صعب، مجال يعني يبي تركيز جدا، بالذات في الكرة الليبية، نحن عارفين الكرة الليبية صعبة، يعني واجهت البعض من المشاكل في مجال التحكيم على صغر السن، مثلا تحكم مباراة فلو خسر الفريق فيقول لك أن مثلا الحكم هذا خسرنا بسبب اصغر من الحكم الصغيره. فالحمد لله، لكن يعني كما تقول التركيز في مجال التحكيم، الشهره في مجال التحكيم، الشخصيه في مجال التحكيم، طبعا مجال التحكيم تبي واحد طبعا يا استاذ الدين شخصيه تكون مطلوبه، مش مجال التحكيم حكم صعب ومثلا تقعد ما فيش يعني تشاور مع الناس او اخذ واعطاء مع الناس، لكن الحمد لله يعني كما تقول كمحبوب في الكره الليبيه، يعني حتى كان جين حكم الفرقان يفرح ومثلا ربي يوفقك والحق، يعني الحمد لله ولعنته، يعني الحمد لله تحكيمي ماشي ما شاء الله، وهذا هو اللي تم استدعائي للبطولات والتكريم في حتى في دولة تنزانيا تم تكريمي. نعم. وتم نزولي كحكم رابع في نهائي البطولة. كويس. هنا يا زكريا، أنا اللي توا نبي نعرفه منك، نزلت كحكم رابع في هذه البطولة، شن قلت بينك وبين نفسك؟ شن حسيت؟ شنو الحلم اللي شفته قدامك يتحقق؟ شنو شعورك؟ احكي لي زكريا، لانت ولدي زكريا اليوم احنا مرات اكيد او بالتاكيد في هلبه من الاطفال اللي زيك عندهم طموح يوصلوا له، فاحنا اليوم راو صوره زكريا، هذه الصوره المشرفه والرائعه والجميله جدا، هي مراه نعكس بها حال الجديد الصاعد. بارك الله فيك. سلمك ولدي، سلمك. بارك الله فيك. والله كننزل حكم رابع طبعا، كتقعد حكم رابع تبي تفكر في طموح لقدام، ما تقعدش في الواقع، تبي تقعد في لقدام في المستقبل متاعك. نعم.
تبي تظهر توري نفسك في الشاشه. شو قلت بينك وبين نفسك زكريا لما نزلت الملعب حكم رابع في هذه البطوله؟ بينك وبين نفسك شو قلت؟ قلت اني لين وصلت اني نجحت بصراحه؟ كان نزلت والله اولا قلت الحمد لله يعني بطوله كيف هذه يعني تنزل فيها حكم رابع قدام رئيس لجنه الكاف او رؤساء اتحاد شمال افريقيا وناس يعني قمه من القيمه الرياضيه في الكره، فالحمد لله تنزل حكم رابع. طبعا نفكر ونقول ان شاء الله يعني بعد المباراه هذه يعجبوا بي ويتم استدعائي في مثلا في منتخب بطولات في الكاس العالم. إيه؟ والحمد لله يعني تم استدعائي ايضا في بطوله باذن الله ان شاء الله للسنه الجايه ممكن من رئيس لجنه الكاف باذن الله. ويعني تحدث معي رئيس لجنه الكاف وقال لي ان انا معجب بيك، وهذا هو اللي انا الشيء اللي نوصل له، ان كرئيس لجنه كاف ورئيس اتحاد شمال افريقيا يقول لك ان نحن اعجبنا بك كحكم رابع، هذا هو الشيء او الطموح اللي انا نحب نوصل له لقدام. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. زكريا انا بنقول الله يرحم والديك، وشكرا لوالدك ووالدتك وكل من حولهم على هذه التربية، بارك الله فيك على هذه التربية، على هذا الكلام المحترم، بارك الله فيك، بارك الله فيك. والله يا زكريا ولدي نيرا ونكلم فيك انت زي ولدي تو، فانا والله يعلم الله اشعر وكاني عندي ولدي ناجح وواصل لهذه المرحلة، فانا والله سعيد جدا بخبرتك إن شاء الله، ربي يحفظك بكلامك الجميل جدا بأسلوبك اللي أكبر من سنك بصراحة زكريا. وأنا الآن السؤال اللي بنسأله لك زكريا، الأستاذ عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة قدم وحكم دولي، في أكثر من مناسبة نشوف في الصور الآن هو يحتضنك وحاسس أنك قريب منه، احكي لي على علاقتك معاه. والله استاذ حق عبد الحكيم الشلماني طبعا نوجه له كل التحايا من هذا من قناه تلفزيون المصاف، بارك الله فيه. والله طبعا استاذ حكيم الشلماني في بطوله القاهره انا كنت طبعا على وجبه العشاء نتعشى، فكنت تعشى فجوني قالوا لي بيك واحد لوطه، فنزلت فلقيت استاذ عبد الحكيم الشلماني بارك الله فيه، فلما جاني غادي والله يعلم الله يعني ما حسيتش بالغربه، يعني احضني وكان معايا اول باول، ومشينا انا وياه وطلعنا من الفندق يعني بارك الله فيه، وما حسيتش بالغربه معاه يعني كانه ماشي مع ابوي ولا امي يعني ولا خالي، فهمت يعني بارك الله فيه. شو نحكي لك؟ شو قال لك استاذ الحكيم؟ قلت لك حتى شو نحكي لك نوع الدعم اللي قال لك؟ شو نحكي لك؟ شو قال لك نوع الدعم اللي ممكن يجيك؟ والله قال والله يعلم الله ما قصر، هو يعني اللي كما تقول هو اللي جرالي على بطولة تنزانيا، هو اللي مثلا كما تقول أظهرني قدام الشاشة شاشة مصر غادي وقدام الرؤساء لجنة الكاف ورئيس اتحاد مصر، والحمد لله وبارك الله فيه. ويعني كما قلت لك يعلم الله سواء أستاذ نصر الدين رئيس لجنة حكام عامة أو الأستاذ حكيم الشلماني رئيس اتحاد ليبيا ما يعلم الله ما قصروا، وايضا نوجه كل التحايا للاستاذ نبيل الكواش، يعني هذا هو من علمني حرفا صنت له عهدا، فاستاذ نبيل الكواش هو من بادر بمجالي في التحكيم، او هو من كان اول حافز لي او تحفيز لي في مجال التحكيم بعد الله، بارك الله فيه. نوجه لك كل التحايا استاذ نبيل الكواش. نعم زكريا انت تقريبا تو ثالثه اعدادي صح؟ نعم انا ايه باهي تو. كيف مقسم في مساله القرايه والان امتحانات الشهاده الاعداديه ويحكوا على ان الاسئله صعبه، فكيف داير في مساله القرايه؟ والله طبعا الدراسه في دارنا، طبعا نحن دارنا السنه حاله استثنائيه كما تعلم في كارثه دارنا الذي حلت في مدينه دارنا، صلى الله ان يرحم شهدائنا. اللهم امين يا رب العالمين. طبعا السنه الامتحانات من دارنا، الامتحانات من دارنا وكل شيء من دارنا، فأنا تو يعني ممكن امتحنت أربع مواد وتم وهالبن يعني ست مواد، لكن إن شاء الله بإذن الله حنتواصل في حل، وإن شاء الله ممكن نوصل الحل، وإن شاء الله مثلا نوفق بين مجال التحكيم ومجال والدراسة. كيف نقسم وقتك زكريا بين الدراسة ومجال التحكيم؟ تقسيم الوقت لأن الدراسة مهمة زكريا حتى تصل إلى مرادك. والله وقت الدراسة، والله وقت الدراسه استاذ عز الدين طبعا وقت اللي يقدر عندي امتحانات مثلا فتره اولى وفتره ثانيه، كما قلت لك كلم استاذ نبيل كواش اللي هو ماسك رئيس لجنه التحكيم في دارنا،
نكلم ونقول له مثلا يا استاذ نبيل كواش، انا راه السنه امتحانات فتره اولى وفتره ثانيه، يا ريت تحفيني من التحكيم، لكن بعد نكمل امتحانات ننزل انا في الساحه وما عنديش مشكله. فتره الاولى وفتره الثانيه ما نزلتش في التحكيم، لكن البطوله هذه تم استدعائي في البطوله هذه في بدايه الامتحانات. تمام. كانت صعب الاختيار بين مجال التحكيم او الدراسه. بقى كيف درت؟ كيف اخترت؟ شنو اللي اخترت، الامتحان ولا البطوله؟ والله هي هن فرصتين صعبات جدا. باهي انا زكريا النقطه هذه خلينا نوجهها لوزير التعليم الدكتور موسى المقري. في الحقيقه نتمنى النظر في هذا الموضوع، وان زكريا بعدين حطوا له اسئله بروحها، حتى من تطلع الاسئله واكيد بتوصل، لكن لا نبوا له اسئله بروحها، لان فرصه زكريا الان في المشاركه في هذه البطوله مهمه جدا. فاتمنى الحقيقه من الدكتور موسى المقري في الوقوف على هذا الامر والنظر به واخذ بالاعتبار بهذه الموهبه. تمام. زكريا في الجانب الاخر من هذه الموهبه، انت كحكم وتبحث للوصول إلى القمة، الأمر يحتاج إلى دورات تدريبية، ورش عمل، إلى احتواء نفسك في جميع الجوانب القانونية اللي مرتبطة بهذه المهنة، خلينا نقول هو كحكم محلي أو دولي. فمسألة هذه مسألة مهمة جدا، كيف القوانين، كيف تحفظها، كيف تتابع في قوانين الحكام، الورش العمل لتقوية نفسك في هذا المجال، كيف مداير في هذا الجانب حتى هو؟ والله طبعا كما تعلم انت الكرة في ليبيا ضعيفة الامكانيات، طبعا لا يوجد دورات مكثفة في مجال التحكيم، او يوجد اجتماعات يومية مثلا او شهرية في مجال التحكيم، او مثلا دراسات في مجال التحكيم، لكن فالدراسة على مواقع التواصل الاجتماعي، على برنامج اليوتيوب او نعم. برنامج الفيسبوك او في مجموعات مجال التحكيم، وايضا بطولات، هذه البطولات يعني الحقيقه استفدت كثير من هذه البطولات، كبطوله مصر استفدنا الكثير من القوانين لكره القدم، قوانين الفيفا 2023 و2024. نعم. زكريا قبل ما ننهي معك هذه المقابله اللطيفه والرائعه المليئة بالنشاط والحيوية والبراءة، بارك الله فيك، شنو زكريا محتاجة؟ ما الذي يتمناه زكريا الحصول عليه حتى يكمل مسيرته؟ لأن أنت بكري سمعتك تحكي على موضوع التمرين والحصول على سيرية الحاكم، فهذه حتى من نوع من قد تكون المشاكل اللي تواجه فيه. فأنت شنو النواقص اللي اليوم محتاجها زكريا حتى يكمل مسيرته؟ والله دورات، يعني دورات سواء داخل ليبيا او خارج ليبيا، دورات في مجال التحكيم اقدم الكثير لدوله ليبيا، ويعني كما تقول نرفع راس ليبيا والحمد لله، يعني ابغى كل شيء نقدم فيه لدوله ليبيا ومدينتي درنا وشهداء مدينتي يعني، ولكن الدعم صعب في دوله ليبيا. والله إن شاء الله ما فيش حاجة صعبة على بناء جيل يستطيع وجيل واعد يستطيع أن يقدم كل شيء. على كل حال زكريا الغيثي حكم مباريات بطولة مدارس أفريقيا لكرة القدم، واللي حيكون إن شاء الله قريبا في تنزانيا، وهو أصغر حكم في أفريقيا. شكرا جزيلا لك زكريا ولدي، ونتمنى لك التوفيق والنجاح. رسالة لكل مسؤول أيا كانت مسؤوليته حتى بعيد كل البعد عفوا عن الرياضة، هذه الشريحة أو هذا النموذج الراقي والجميل والمليء بالقوة والاندفاع للوصول للنجاح، نتمنى أن يتم احتوائه ودعمه ماديا ومعنويا. هذه الوجوه اللي هي عفوا اللي هي مرآتنا للمستقبل، هذه الوجوه اللي يمكن من خلالها أن نوصل ليبيا إلى العالمية وتصل بالصورة الحقيقية وصورة النجاح، لا سوى ذلك. حنطلع فاصل مشاهدين الكرام، وبعد الفاصل حنمشوا إلى طبرق. شن فيه؟ خليكم معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في الجزء الثاني من اخبارنا لهذا اليوم، والان ننتقل مباشره الى طبرق، ومن هناك انضم الي مراسل تلفزيون المسار عبد الرحمن سلامه حول زياره رئيس جهاز التنميه واعمار ليبيا
لأن الحقيقة زيارة المهندس بالقاسم حفتر يبدو أنها فيها العديد من الخطوات اللي قد تكون أو تساهم وتساعد في إعادة وتأهيل البنية التحتية في مدينة طبرق. وطبعا نعرف أن مدينة طبرق من أهم المدن الليبية مساحة وموقعا. عبد الرحمن مساء الخير. الحقيقة أبرز نتائج زيارة رئيس جهاز التنمية وأعمار ليبيا والمدن المتضررة المهندس بالقاسم حفتر كيف كانت وما هي؟ مرحبا عز الدين وأيضا كافة السادة المشاهدين الكرام. طبعا هذه الزيارة هي ليست المرة الأولى التي يزور حقيقة فيها طبرق عدد من المسؤولين، لكن المختلف في هذه الزيارة واللافت في هذه الزيارة أنها بمجرد ما أن وصل السيد المهندس بالقاسم خليفة إلى مدينة طبرق، كانت المحطة الأولى هو لقائه بعميد بلدية طبرق السيد فرج أبو الخطابية. طبعا هذا اللقاء كان لقاء مثمرا، لأن حقيقة عميد البلدية وضع أمامه كل المشاريع المتعثرة السابقة، وربما أبرز هذه المشاريع أو هناك شكاوى وكذلك يعني صعوبات تواجه المدينة، وربما أيضا حتى بدأت تمس حتى الأمن القومي هي مسألة المياه. يعني عندنا طبرق لا يوجد فيها إلا محطة أو مصدر وحيد للشرب في مدينة طبرق، وهي محطة طبرق البخارية. يعني كثير من الحكومات المتعاقبة الجميع يزور المحطة، ولكن لا وجود لخطوات فعلية. أبرز ما يعني تحقق في هذه الزيارة أنه أعطى تعليمات بأن يتم مخاطبة الشركة الفرنسية شركة سيدم اللي التي يعني أسست هذه المحطة منذ قرابة 20 سنة. نعم. يعني أو أكثر من 20 سنة. هذه الشركة فعلا أمس الأول كان هناك وفد من شركة سيدم زار محطة طبرق البخارية، وأيضا بدأ التباحث مع عدد من المسؤولين في المحطة، كان حضور يعني مدير المحطة المكلف وأيضا مسؤول المشروعات في المحطة وكذلك عضو المسؤول عن المحطات في ليبيا بشكل عام المحطات البخارية. هذا الاجتماع يعني أثمر على أن الشركة ذهبت أو المسؤولين عادوا إلى مقر الشركة. نعم. في فرنسا، وسيتم أيضا زيارة أخرى مرتقبة في أقل من 10 أيام لوضع التصور المالي للعمرة الجسيمة التي ستقام حول هذه المحطة. طبعا مدير المحطة ومعه 10 من الفنيين والمهندسين الآن يخضعون إلى دورة مكثفة لمدة 2 أسبوع في تركيا للتجهيز لانطلاق عمل المبخر الرابع الذي تم تركيبه خلال الفترة الماضية، وسيشرع في العمل خلال الفترة القليلة القادمة. طبعا هذه يعتبر يعني إنجاز فوري وسريع جدا حول مشكلة المياه، طبعا بالإضافة إلى البدء أيضا في التجهيز لعمل مع عدد من المشروعات المهمة جدا، من بينها صيانات لمقرات كثير، يعني أكثر من 30 إلى 40 مقر ستتم صيانته في مدينة طبرق، وأعطي الأذن لهذه الصيانات خلال الفترة القريبة القادمة. أيضا أزدين من ضمن هذه الزيارة. نعم. سيتم النظر. نعم. في البنية التحتية بالكامل. إن هناك شركة رافاني الإيطالية اللي شرعت قبل 2011 في عمل بنية تحتية لعدد من الأحياء، وأيضا شركة أخرى صينية لعمل مقر كبير للجامعة. الآن أعطي الإذن ربما سيتم استكمال هذه المشاريع من قبل جهاز التنمية وأيضا إعادة أعمار ليبيا خلال الفترة القادمة، إضافة طبعا. نعم. إلى مجموعة كبيرة حقيقة من المشاريع، سواء في طبرق 150 كيلو متر من الطرق داخل المدينة، أيضا. نعم. ستشمل مشاريع خارج طبرق في الجغبوب، ايضا محطه خاصه بالطاقه الشمسيه. نعم. ايضا مشروع اخر يتعلق ب ايضا مصفاه للنفط في مدينه طبرق، هي مصفاه كبيره ربما ستكون اكبر مصفاه. نعم. حتى. نعم. في شمال افريقيا. نعم. ستنفذها. نعم. شركه صينيه. نعم. خلال الفتره القادمه. نعم. مراسل تلفزيون المساء عبد الرحمن سلامه كنت معنا مباشره من مدينه طبرق، شكرا جزيلا لك. الشكر مشاهدينا الكرام دائما موصول لحضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده. الملتقى يتجدد بكم في حلقات قادمة. مشاهدينا مساء الأخبار، نتابع في أمان الله.